الكيسريه ديال عين التوت، معروفه بعين التوت. اذا شكون اللي عمرو شاف فريد مكسيك مع تقريبا وحده ديال النهار بهذا الشكل هذا؟ اذا حتى البيس انتما كتشوفوه فيه مكرب عند الناس ولا دونك الاستنتاج ديالي بسيط. القيصرية اولا مشدوده، دونك الباب ديالها هو مع جوست مع الفروش، راه هي فين كاينه قيصرية تاع قديوت اللي كان تعرضت للحريق واحد الوقت وكانت انا كنتحدد على المحلات اللي هي موجوده في الخارج. اذا انتما كتشوفوا كلشي مشدود وديفيرمي لا على اليمين ولا على اليسار. اذا كاين التزام لحد الان، كاين التزام بالتوجيهات ديال وزاره الصحه والدوريات اللي كتخرج للمساعده. اذا طنجة هو بصراحة راقيين، أنا كنهضر على طنجة لأن متواجد فيها، نتمنى أنه يكون كل شيء مناطق المغرب ملتزمة، لأن راه في صالحنا هادشي بصراحة، راه شحال ما التزمنا في الديور ديالنا كنحميو بعضياتنا، واللي هو معروف شوف ريد مكسيكا هنا يستحي، هنا كاين سيركيلاسيون بالسيارة. ما تقدرش تدوز باه جوج محلات تجاريه، ثلاثه اللي مفتوحين، ما تبقى شي مشكل. وهاد الدويره هادي في الحقيقه هادي درتها غير مش غادي نقول قضيت الغرض ديالي اللي جيت اللي كان ضروري حنا نعسي نقضيه، واحد الصخره غير بارك كيوريوزيتي. حنا فضوليين راه كتعرف، كنعرفو شنو كاين شنو واقع هنا، كاينه شويش ديال الحركه الوغ حتى الصباعيات والكمامات هما كيتباعو فين كان كيتباع الكارو سابقا في مدينه طنجه اللي كيعرف مدينه سبق طنجه. كنتسائل منين جاب هاد الكمامات هاد، يعني الا مشيتي للفارماسي غادي يمكن يقولوا لك تقاضوا، ولهذا وان كان اغلبيه ديال المختصين كيقول لك اودي هاد الكمامات هادو راه فيهم انواع وكاين اللي كيحميك انت كاين اللي كيحمي الاخر الى اخره، دونك ماشي في الزنقه غادي نشري شي حاجه اللي هذا النوع او ذاك. الوغ شارع الحريه ايضا في هذا الوقت كيكون كيغلي، دونك هنايا كنت فيرمي الطائره ديال الكمامات. ولكن هنا السبب انا بالنسبه لي معروف علاش، وحده هو دازع اليمين ما كاينش نقول لا فارماسي صف عرفتي مزيان دايرين اش كاين الشرطة.
فجأة كاملة من هنا على طول جيب هاي الفاميلي أنا قبل الفحص هاد السكان شويش اللي هما أو هاد الناس اللي هما العدد ديالهم كيبدو هنا لأن كاين الأسواق هنا يعني دونك الناس كتجي تتقضى تمشي بعد انقطع